جينا بقى لاخر لعبه ترابيزه معانا النهارده وهتكون البازل. قلتوا لي بقى ان انتوا كان عندكم بازل وضاع. احنا كنا بنلعب بيها فحطيناها في مكان ما لقيناهاش. راحت فين بقى؟ اختفت فين بقى؟ معرفش. ده معناه ايه بقى؟ ان انتوا ما بتحطوش الحاجات في مكانها؟ لا احنا بابا كان بيحطها فوق الدولاب ينزلها، ان احنا بنسيبها وبابا يطلع يجي نادي بابا. بتسيبوها بقى ايه؟ بتسيبوها كده ولا بتسيبوها في مكانها في بوكسها؟ مكانها. متأكدة؟ انا عملت واحدة عمر بتاعته كانت صغيرة، انا بتاعتي كانت قد كده. اوكي، وانتوا بتضيعوا البازل بتاعتكو؟ وبتضيعوا اكسسوارز واللبس والحاجات والاقلام والكراريس والحاجات دي ولا ايه؟ لا هي البازل بس؟ لا انا عندنا بضيع الالوان. بتضيع الالوان. انا عاجبني الاعتراف قوي. طب احنا النهارده مش عايزين نضيع حاجه، احنا عايزين نخلص بسرعه جدا البازل. مين هيخلص اسرع؟ انا هنشوف. يلا ريدي ستيدي جو. يلا كل واحد عنده ايه البيسز بتاعته وعنده الصوره قدامه ونشوف بقى. انا يا ملك، انا يا ملك، احنا مع بعض بقى مفروض روح التعاون. قربنا نخلة هنا، نعمل ده. برافو، تيم ورك. انا دخلت. ركزوا يا بنات. ايوه كده، ركزوا مع بعض. فين بقى التانية؟ انا لسه عايزة اركز دي. كده ما هي ممكن ما تبقاش هنا اصلا. خلصت. قربنا خلاص. يا نهار ابيض. ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ دي هنا. اخر بيس ولا ايه؟ بالعكس العكس العكس العكس، بيقول العكس. اخر بيس فعلا. يا نهار ابيض على الشطاره والسرعه والحلاوه. عمر وملك هما اللي كسبوا عشان هما اللي خلصوا اسرع، والبنات لسه احنا لسه بقى. احنا نقعد نكمل احنا بقى يا بنات، بس احنا لازم نقول ان دي ختام بقى اللعب معانا النهارده. عندنا بكره جزء تاني من رحلتنا، لسه مكملين وعندنا لسه لعب وتحديات تانيه. ما تفخوش في حته تانيه بكره في نفس الميعاد. ودلوقتي حالا نقول لكم ايه، باي باي. اعملوا باي. يلا.